60 دقيقة بالظبط صعبة مرت بيها مصر، ومصر بتحبس أنفاسها بعد ما تم الإعلان إغلاق صناديق الانتخابات الرئاسية الخامسة في تاريخ مصر. والكل عمال بيسأل، الكل في الداخل وفي الخارج، مين هو الرئيس رقم 8 لجمهورية مصر العربية؟ مين هو الراجل اللي هيكون في قصر الاتحادية اللي هيقعد على الكرسي ده لغاية سنة 2030؟ هل نتوقع أن الدكتور عبد السند يمامة ممكن يخطو بخطوات بطيئة نحو قصر الاتحادية؟ خطوات الحقيقة هتكون مثقلة بعمر مديد. دكتور عبد السند يمامة اللي ما كانش يحلم في يوم من الأيام أنه يكون هو المرشح رقم 27 في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، واللي بدأت في مصر لأول مرة من 19 سنة في 2005. أما بقى لو هنتكلم على المرشح الثاني وهو الأستاذ فريد زهران، وده المرشح رقم 26، فهو للأسف أول من تنبأ له منافسه رقم 25 أنه هيخرج بشكل سريع من السباق الرئاسي وفي الساعات الأولى من التصويت، ويمكن بعد ساعات قليلة جدا من فتح باب التصويت، لما راح السيد فريد زهران لمدرسة المقطم الثانوية بنين، وأول لما وصل هو وقيادات حملته باسم كامل وحسني سبالة وغيرهم من اللي كانوا موجودين معاه، فريد زهران شاف البشارة، البشارة من الإشارة اللي واضحة جدا جوه الحرم الانتخابي. شوفوا الصورة وركزوا معايا فيها، بصوا على الصورة. سعدنا بتشريفكم. صورة لمنافسه رقم 25 مكتوب عليها عبارة من كلمتين، وزي ما بنقول عندنا كده يعني كلمتين أبرك من 10. سعدنا بتشريفكم. وأنا الحقيقة مش عارفة هو كان تشريف ولا تكليف ولا انتحار سياسي لراجل تجاوز السبعين من عمره، ما كانش ينفع أبدا إنه يقع في كمين زي ده. أما بقى لو هروح للمرشح رقم 28، وده نقدر نقول عليه كده القادم من المجهول، المتخفي في دور المعارض اللي ما مارسهاش يوم من أيام حياته، من أول لما دخل الحياة الحزبية ودخل الانتخابات الرئاسية بعد ما قدر أنه يجمع 68,000 توكيل، وأظن كلنا عارفين هو جابهم إزاي وجمعهم إزاي ومين اللي كان واقف وراه. لكن رأيي قلته مرة وبقوله تاني، أظن أن حازم عمر يقدر أنه يلعب أدوار تانية في المرحلة القادمة، مستفيد طبعاً من فكرة حصوله على لقب المرشح الرئاسي رقم 28. وحب أقولها لحضراتكم يعني أعزائي المشاهدين والمشاهدات، اطمنوا وناموا، مفيش أي داعي للقلق. فكرة بقى الانتظار والترقب، يا ترى مين الراجل اللي هيكون في قصر الاتحادية لأجل غير مسمى، مش محتاجين نوجع قلوبنا فيها، لأنه ببساطة هو المرشح رقم 25، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس رقم 8 في تاريخ مصر، واللي شغل وسيشغل المنصب ده للمرة الثالثة في تاريخه وتاريخ مصر، بالمخالفة لدستور 2014 اللي كان بينص على مدتين رئاسيتين، بس احنا يعني حبينا نجامله وخليناهم له ثلاثة، ويا رب يبقوا ثلاثة بس.